أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء أعضاء الجانبين الجزائري والمصري، أصحاب السعادة ممثلي القطاع الخاص الجزائري والمصري، السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أتقدم لدولة الأخ الوزير الأول ولكل الأشقاء في الجزائر بخالص التهاني بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد 60 لاستقلال الجزائر، ويسعدني بهذه المناسبة أن أعبر عن أطيب التمنيات القلبية للجزائر الشقيق وشعبها العظيم بدوام الاستقرار ومزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون. كما أتوجه بالشكر الجزيل لحكومة الجمهورية الجزائرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم هذا المنتدى واجتماعات اللجنة العليا المشتركة. السيدات والسادة، إننا نولي منتديات الأعمال اهتماماً كبيراً لا يقل عن اجتماعاتنا الحكومية، بل أؤكد لحضراتكم أن قسطاً وافراً من بحثات الحكومتين الجزائرية والمصرية يركز على وضع الأطر التنظيمية وإطلاق الآليات المناسبة لخلق أفضل مناخ استثماري وأيسر بيئة أعمال، الأمر الذي يتيح آفاقاً رحبة لانطلاق أصحاب الأعمال والمستثمرين في بلدينا نحو شراكات تنموية وتكامل بناء في مختلف قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي. ولا شك أن اهتمامنا اليوم يتنامى بعقد مثل هذه المنتديات انطلاقاً من إيمان مشترك بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تنمية النشاط الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التنمية، خاصة في هذا الظرف التاريخي الذي يمر به الاقتصاد العالمي وما يواجهه من تداعيات ناتجة عن جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والتغير المناخي وغيرها من أزمات جلل تتطلب تعزيز درجات الصمود الاقتصادي وتكيف السياسات التنموية عبر التعاون والعمل المشترك. لذلك فإننا نحرص على الحوار والتشاور مع الحكومات الصديقة والشقيقة من أجل تنسيق السياسات وتبادل الخبرات والرؤى ولتحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار والإنتاج والتوظيف ونقل التكنولوجيا وتوطينها لما لذلك من أثر إيجابي في ضبط الأسواق والأسعار وزيادة مستويات الدخل ورفع معدلات النمو والإنتاجية. وفي ضوء ما يحتاجه القطاع الخاص من تيسير حركة انسياب السلع وتدفقات رؤوس الأموال وحرية تحويل الفوائض، فقد تناقش المختصون في حكومتي البلدين حول كل الشواغل وتوصلنا إلى تفاهمات لزيادة حجم التجارة بين بلدينا للمستوى الذي يتلائم مع الإمكانات الإنتاجية فيهما وحجم السوق الكبير في كل من مصر والجزائر. كذلك وأخذا في الاعتبار ما تتطلبه زيادة التجارة من توفير بنية أساسية ووسائل نقل حديثة، وكما اتفقنا بالأمس القريب مع الأشقاء في تونس على العمل لتسيير خط ملاحي منتظم لنقل البضائع بين البلدين، فإننا اليوم نتطلع إلى تسيير خط ملاحي منتظم بين موانئ مصر والجزائر بهدف زيادة وسرعة انسياب التجارة بين بلدينا. السيدات والسادة الحضور الكريم، نحن معكم اليوم لكي نطلعكم على ما أنجزناه على المستوى الوطني من تطوير لمناخ الأعمال لضمان اطلاع القطاع الخاص الوطني والأجنبي بالدور الأكبر في مساعي التنمية. ولا يخفى على حضراتكم الظروف الاستثنائية التي طالت الدولة المصرية منذ سنوات عدة وأثرت على كل من الأمن الاجتماعي للمواطن والقدرات الإنتاجية لقطاع الأعمال والبنية التحتية والمرافق وغيرها من مقومات التنمية التي أثرت سلباً على الصورة الذهنية للدولة وقوتها الشاملة. حينها اتخذت الدولة المصرية حكومة وشعباً قرارها بالنهوض مرة أخرى ومحاربة الهدم بالبناء لتعويض ما فات، وهكذا توجهت الدولة إلى إنجاز المشروعات التنموية العملاقة وتدخلت لسد الفجوات التي لم يكن القطاع الخاص قادراً على توفيرها. ومن هنا أخذت الدولة على عاتقها مهمة التخطيط والتمويل وشاركت آلاف الشركات الوطنية في إنجاز كل مشروع عملاق تم على أرض مصر، وحققنا بمشاركة القطاع الخاص المصري نهضة تنموية كبيرة
فتحت آفاق واسعة للعمل وزيادة الدخل القومي، وخلقت فرصا استثمارية متعددة الأنشطة، ووفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا. وما زالت النهضة العمرانية مستمرة، والمشروعات العملاقة تغير وجه الحياة في مصر وتساهم في تدشين الجمهورية الجديدة. الإخوة والأخوات، لم يكن الإنجاز فقط في المشروعات العملاقة التي قادتها الدولة لتحقيق التنمية بمشاركة القطاع الخاص، ولكننا أيضا عملنا جاهدين لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين. لقد أصدرنا قانونا جديدا للاستثمار، وعدلنا قانون الضرائب وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وغيرها من التشريعات التي تخدم القطاع الخاص وتسهل مسيرة التعاون فيما بينكم. كما قمنا خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من الإصلاحات الإجرائية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط وتسجيل الشركات من خلال مراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. لقد عكفنا على الحد من البيروقراطية وتبسيط وتعزيز العملية الاستثمارية بالسوق المصرية، ولعل أبرز الخطوات المتبناه في هذا الصدد تمثلت في خفض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص إلى 20 يوم عمل بحد أقصى. هذا إلى جانب تفعيل مادة مهمة للغاية في قانون الاستثمار، وهي منح الرخصة الذهبية التي تجب كل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة، سواء صناعية أو أي مشروعات أخرى ترى الدولة أنها ذات أهمية وتساهم في نمو الاقتصاد المصري. كما تم أيضا إنشاء الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء وتحت إشرافي المباشر، رغم وجود آليات فعالة أخرى في هذا الشأن، وذلك لتلقي أي مشكلات للمستثمرين والعمل على حلها وتسويتها على الفور في غضون أيام قليلة للمساهمة في تهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار في مصر. وفي ذات السياق، قمنا بحوكمة المؤسسات الرقابية الرئيسية للدولة التي من شأنها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك والحفاظ على سلامة الغذاء والدواء. وإلى جانب ذلك كله، فإن شغلنا الشاغل يتمثل حاليا في إفساح المجال للقطاع الخاص منذ أن بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي أنجزته مصر خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2019، وما تبعه من برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية وكان محل إشادة من المنظمات الدولية المختصة. كذلك اتخذت الدولة المصرية خطوات مهمة بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث عقدت الحكومة المصرية مؤتمرا صحفيا عالميا تضمن مجموعة واضحة من الخطوات التي سنتخذها خلال الفترة القادمة، وبدأنا تنفيذها بالفعل، وذلك بدءا من إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي وثيقة شديدة الأهمية نضعها أمام العالم والقطاع الخاص لتحديد فلسفة تواجد الدولة بمؤسساتها المختلفة في النشاط الاقتصادي، وتعلن آليات التخارج من الأنشطة التي ترتئي الدولة أن القطاع الخاص عليه أن يطلع بها جزئيا أو كليا. واليوم ونحن نطلق مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الجزائرية، يشهد الشأن المصري حوارا علميا جادا بشأن مسودة هذه الوثيقة. هذا ومن المخطط أن يستمر هذا الحوار بمشاركة فعالة من لفيف من الخبراء والمختصين وممثلي القطاع الخاص أنفسهم خلال الشهرين القادمين. وفي سياق متصل، تتبنى الحكومة المصرية مسارات إضافية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ويأتي في مقدمتها أولاً إنشاء شركات قابضة كبيرة في قطاعات مثل النقل البحري والفندقي، وذلك بهدف التوسع في المشاركة مع القطاع الخاص في هذه القطاعات.
طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال المرحلة القادمة. ثالثا، طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها للمستثمرين الاستراتيجيين. رابعا، طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة. كما نهدف أيضا إلى فتح مجالات عديد من مذكرات التفاهم مع تحالفات عالمية في سبيل تحقيق خطة الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وقد قامت الدولة أيضا باتخاذ قرار مهم، وهو السماح بتأسيس الشركات افتراضيا دون الحاجة إلى التواجد بصورة مادية، لإتاحتها أمام قطاعات مثل الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وذلك لتشجيع هذه القطاعات على البدء في مشروعاتها الخاصة دون معوقات، ويتم متابعة تنفيذ ذلك على الأرض الواقع من كل الجهات. وعلى صعيد الحوافز، فقد توسعنا بشكل ملحوظ في الحوافز الممنوحة للمستثمرين، كما يجري إعداد مجموعة أخرى من الحوافز سيكون من بينها حافز ضريبي يمنح للمشروعات التي تنشأ من البداية في مناطق جغرافية بعينها، أبرزها مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لنشجع على الاستثمارات الجديدة في هذه المناطق الجغرافية التي نراها مناطق تنموية خلال المرحلة القادمة. السيدات والسادة ممثلي القطاع الخاص الجزائري، إننا نستهدف زيادة نسبة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة من 30% حالياً إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة المصرية خلال الثلاث سنوات القادمة. لذلك أمامكم سوق واعد في بلدكم الثاني مصر، وتنتظركم فرص استثمار متنوعة ومربحة. وكما أوضحت لحضراتكم ما بذلناه من جهود، فإن تلك الجهود قد انعكست بالفعل على رؤية المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني. فمنذ أيام قليلة رفعت وكالة فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 5.6 إلى 6.2 عام 2022، ويعود ذلك في الأساس إلى زخم الإصلاحات الاقتصادية التي تؤيدها النظرة الدولية لمصر، ويأتي في مقدمتها شروع الحكومة المصرية في تنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بالموازنة والسياسات المالية، إجراءات السياسة النقدية والتواصل مع صندوق النقد الدولي لبدء برنامج تمويلي جديد، إعلان الحكومة عن خطط لطرح أسهم في شركات مملوكة للدولة، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الإصلاحات المالية من خلال رقمنة النظام الضريبي وتطوير منظومة الجمارك. السيدات والسادة من القطاع الخاص المصري، جئتم بهذا الحضور المتنوع تلبية لرغبة أشقائنا الجزائريين، ولديكم أشقاء يعملون منذ سنوات في الاقتصاد الجزائري، سوف تستفيدون بخبراتهم وتجاربهم، كما أحثكم على مزيد من الاستثمارات والشراكات واغتنام الفرص المتاحة في السوق الجزائرية تحقيقاً للمنافع المشتركة. وأخيراً، فإن الأرقام تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر قد سجل نحو 787 مليون دولار عام 2021، وهو رقم قليل جداً بالنسبة لإمكانيات بلدينا، ونتطلع معاً لمضاعفة هذه الأرقام في المستقبل القريب. ولا يسعني إلا أن أهنئكم بعقد هذا المنتدى، وأشكر الحكومة الجزائرية الشقيقة على حسن التنظيم، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد، كما يسعدني أن أستمع لرؤاكم ومشاغلكم واستفساراتكم بشأن أي جانب من جوانب اهتماماتكم عن السوق المصرية وفرص الاستثمار فيها. وختاماً، ونحن مرة أخرى على أعتاب أيام قليلة من ذكرى الاحتفال بمرور 60 عام على استقلال الجزائر، وأنتم أيها الأشقاء تحتفلون هذا العام تحت شعار تاريخ مجيد وعهد جديد، لا أجد أغلى من هذه الجملة الخالدة من النشيد الوطني الجزائري لأختم بها كلمتي: قد مددنا لك يا مجد مد يدا، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فلتحيا الجزائر وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.